أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بنحييكم عبر صوت لبنان مع حلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نركز فيها على الفساد بالأشغال وبالمشاريع على الطرقات والأوتوسترادات، وكل مسؤول بيحط الحق على التاني وسط المراقبة يعني الأخيرة، يعني المراقبة من بعد ما تصير الإنشاءات وتنعمل المشاريع وتخلص، في شيء اسمه مراقبة لاحقة بالدولة، بس ما بنعرف ليش انوضعت هالمراقبة اللاحقة، شو بعد بتنفع، وهيدي كمان نفعته لمجلس الماء والإعمار. رح نحكي عن هالموضوع، الفساد على الطرقات، ليش وصلنا للكوليرا كمان بالبنى التحتية وغيرها من المواضيع، مع عضو منسقية المرصد الشعبي سيف الدين الكردي. أيضا رح نحكي اليوم عن وضع المعلمين في المدارس الخاصة من بعد الوعود اللي أغدقت عليهم وسط المطالبة اليوم بوحدة التشريع بينهم وبين معلمي المدارس الرسمية. في عندهم نقابة جديدة شو رح تعمل بصندوق التعويضات، وخصوصا أنه في كتار من المعلمين المتقاعدين ما عم بيقدروا يقبضوا أموالهم وعايشين بالذل. كمان هيدا الموضوع مع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ، ورح ينضم لنا الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر. قبل ما نفتح العنوانين، الوفود الدولية اللي عم تجي تباعا على لبنان للمساعدة في استرداد الأموال المهنوبة، مهضومين عن جد هالوفود، يعني بدنا نسألهم كيف ممكن يردوا الأموال المنهوبة؟ ما هي هالأموال المنهوبة؟ معروف مين نهبها ومعروف لوين ولأي مصارف حولت في الخارج. يعني بدل ما تكون هالزيارات هي هيك عم بيشتغلوا بالناس، عم تتوسع الهوية بين الناهب والمنهوب. نعم السلطة الحاكمة والمصارف لازم يتحولوا إلى محكمة عادلة سريعا ليتذوقوا اللي عم بيتذوقوا الشعب اللبناني، لأنه مات عندهم الضمير. أحسن شيء وزير الطاقة كمان، يعني اليوم لفتة، بدل ما يحكي عن الطاقة بلبنان كيف بدنا نجيب فيول ليصير عنا طاقة، عم بيقول بقمة الجزائر قدام الجزائر فرصة لتصدير الغاز لأوروبا. يا معالي الوزير، رايح تجيب فيول ولا تحل مشكلة أوروبا؟ على كل حال خلينا نرجع للطرقات، وهلا نحن قادمين على شتوية، وأكثر من مرة حكينا عن هالعناوين، يعني التعهدات والمتعهدين وكيف عم تمشي اليوم بظل لعبة الدولار وغيرها، وشو عم بيصير من مشاريع فيها فساد على طرقاتنا وأوتوستراداتنا. نستقبل ضيفنا عضو منسقية المرصد الشعبي سيف الدين الكردي. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. لبنان للأسف اليوم بسنة 2020 بيحتل المرتبة 149 على 180 بمؤشر مدركات الفساد بين الدول الأكثر فساد بالعالم للأسف، بعد ما كنا سويسرا الشرق. اليوم إذا بدنا نحكي على الصرف الصحي، منلاقي أنه المبالغ المصروفة على الصرف الصحي 1,200,000,000 دولار. شو يعني صرف صحي؟ يعني على البنى التحتية، يعني على محطات التكرير، على محطات التكرير، على محطات معالجة المياه، على عدم المياه أن توصل على البحر. للأسف إذا بتطلعي بتلاقي 8% فعالية لهي المشاريع فقط. يعني أنت إذا صرفتي 100 مليار دولار، أنت عاملة مشاريع بقيمة 8 مليار دولار. يعني مش فقط. صحيح الحكي لما يعني بيقولوا لك إنه ما في أموال ومش قادرين نحن كنا نبني بنى تحتية صحيحة ولا قادرين نشغل محطات التكرير الواقفة، شواهد على طول الشط اللبناني. 100% المبالغ اللي انصرفت كفيلة إن تعمر بلدان قد لبنان على 5 مرات. من جيبة مين؟ من جيبة المواطن. والأنكى من هيك انك ما اخذت فعاليه غير بنسبه 8% من المبالغ. ليش؟ خبرنا ليش. اذا نجي نطلع نحن على وزاره الاشغال وكيف بيصير العمل بوزاره الاشغال وكيف بتصير العقود. العقود صاروا عم يلقطوا وين في بالقانون ثغره
ويحتالوا فيها لحتى يكون ماشي الفساد بطريقة مثل ما هن بدهم. قانونيا ليش بده يكون اساسا في ثغره بالقانون؟ يعني عنا قانونيا مجلس نواب يعني مشرع جيد مثل ما بنعرف، مشرع وفق الطلب، يعني مثل ما بيطلبوا مثل ما بدهم، مثل ما مصالحهم بتراعي، مثل ما بتراعي مصالحهم التشريعات بتمشي. نعم. مش مثل ما بتراعي مصالح المواطن، مش مثل ما بتراعي مصالح خدمة الوطن والبلد. بتصير الأمور أنه كل عائد تحت 75 مليون ليرة كان بالقانون، وبالتالي بيكون غير مشترط أنه يفوت بمناقصة. يعني كل مبلغ نعم بصير يقسمه، بصيروا يعملوا بالتجزئة على 75 مليون، بيهربوا من انهم يفوتوا بمناقصة، وبتصير العقود بالتراضي. التراضي مع مين؟ التراضي مع المتعهدين. المتعهدين اللي هن مين؟ اللي هن شركاء الفاسدين وشركاء السياسيين وبمحلات شركاء الوزراء اللي عم يعطون هاي العقود. شو بيصير؟ بيلزموا المشاريع بقيمة وهمية وزايدة عن قيمتها الطبيعية، بالإضافة لأنه التنفيذ ما بيراعي الشروط وما بيراعي السلامة العامة. مين لازم يراقب؟ الفكرة أنه لم ينشأ وزارة تخطيط بلبنان. لو في وزارة تخطيط، يعني اليوم اللي عم يصير أنه اللي عم ينفذ المشروع هو اللي عم يراقب، وهو اللي عم يكون المتعهد، وهو اللي عم يستلم من حاله. يعني منين بده يكون في شغل صحيح؟ طيب مين عم يشتغل على الطرقات؟ عنا مجلس الانماء والاعمار. مجلس الانماء والاعمار، وما ادراك ما مجلس الانماء والاعمار. شو ما ادراك؟ اذا بنحكي يعني كيف يدار هالمجلس؟ مجلس الانماء والاعمار ليش هالمراقبه عنده لاحقه؟ من بعد ما تخلص المشاريع. مجلس الانماء والاعمار انشئ بالعام 1977 بهدف اسراع اعمار لبنان بعد الحرب الاهليه. للاسف قطعنا 30 سنه، جبنا مجلس انه يشتغل بسرعة، اجا هيدا المجلس اشتغل بطريقة فاسدة، ما اشتغل، ما صلح، ما عمل اي شيء من المشاريع. طيب وين لما بنحكي نحن نقول فاسد؟ خلينا بس لحتى نذكر اصدقائنا المشاهدين والمستمعين، يعني ما بدنا نطلق وين الفساد بعمل مجلس الانماء والاعمار. دايما بنسمعها يعني انه فساد، وين عم بيصير الفساد؟ شو كان مطلوب يصير من طريق ظهر البيدر لغير طرق أوتوسترادات؟ شو نعمل فيها بالواقع على الأرض؟ وشو كان المطلوب ينعمل فيها؟ أرقام تليفونات بدنا نذكركم فيها أصدقائي المشاهدين والمستمعين: 01325555 الخلوي 76611 003005، والواتساب كول كمان 76611001. فيكم تتواصلوا وتخبرونا أكثر عن الفساد اللي عم بيصير على الطرقات. تفضل سيف الدين الكردي. مجلس الانماء والاعمار صرف باول 10 سنين 6 مليار دولار، وال6 مليار دولار لم ينفذ منهم اي مشروع كما يجب. كيف يعني؟ هذا كلام عم بتقوله اليوم، هيدا اخبار. لما بيصير في عنا قضاء منبلش بالاوتوستراد العربي، يلي هو نحن جيل طلعنا عم نشتغل اوتوستراد عربي بمد الدول العربية بلبنان، وقف من 10 سنين بعد ما انصرف عليه مليارات الدولارات. صرفت الأموال عليه؟ صرفت للمتعهدين، ووقف الاوتوستراد ما انفتح. انت اذا بتروحي اليوم في عندك اوتوستراد بتلاقيه من بعد شطورة موجود اوتوستراد، مش غير يعني منه مفتوح للناس لحتى تسلكوا. بعدنا بنمشي بشطورة مع انه كل الاموال اللي رصدت لها الاوتوستراد اخذوها. طب مين بده يحاسب اليوم؟ مين لازم يتحرك؟ مين بده يحاسب؟ مين بده يحاسب اصلا عم تحكي عن مجلس انماء واعمار، بعده لهلا اداريا ما تغيرت ادارته. ليش؟ هو بالقانون لازم تتغير ادارته. بالقانون لازم تتغير ادارته بعد ما تغيرت. ليش؟ لحتى يراعوا مصالح الفاسدين اللي هني عم يتشاركوا العقود. نعم. بمجلس الانماء والاعمار اذا بتشوفي ستاتستيك بيقلك 78% من العقود تمنح لمحسوبيات، و22% تمنح بطريقه قانونيه. والمحسوبيات بتكون او عبر علاقه مع الاداريين بالمجلس، او عبر علاقه مع السياسيين يلي هن مغطيين الاداريين يلي بالمجلس. مجلس الانماء والاعمار صار صارف ما يقارب ال 15 مليار دولار على مشاريع شو؟ من بعد الحرب الأهلية. ايه على شو؟ على طرقات أوتوسترادات ما وصلت لها. ظهر البيدر بعدك بالعام 2022 ما في عندك إنارة. بس عملوا هون شسورة
جسر نهر الموت. ايه عملوا لنا يمكن جسرين ثلاثة بلبنان. هو للموت هيدا. ايه للموت. ما بتعرف كيف. ما بتعرفي كيف بتموتي فيه. بتكوني ماشية بتنزلي بتنزلي بخفسة. ظهر البيدر بالعشرين 22 نحن ما في عنا إنارة. بس عملوا جل الديب وهون عم نحكي على القريب هون حدنا. ايه اوكي عملوا بس هيل مبالغ. مسارب جل الديب. ايه بس عملوا بنسبة قديش برجع بقلك عندك نسبة 8% استفادة من الأموال اللي صرفت على المشاريع البنى التحتية. اليوم تتلاحق إذا ما كان هالكلام صحيح. 100% مستعد؟ خلينا نستقبل اتصال. مين معي؟ ألو. صباح الخير مدام نوال. يا هلا. صباحك وصباح ضيفك مدام نوال. يعني عيب علينا نحن كشعب لبناني بالعام 2022 بعدنا عم نحكي بطريقة عام شوي. فات الحدد برشيمة يعني كذا وزارة صار جاي ورايح، كذا متعهد صار جاي ورايح، يعني بتمرق عليها خنادق السيارة اللي بتنزل بقلب الجورة بتعلق أو بتتكسر، وعديك عن الاوتوسترادات، اوتوسترات بيروت المطار، اوتوسترات خلدة المطار، يعني وحياة الله ما بعرف كيف الواحد بده يكفي. بيقولوا لك ما الوزارة بدها تشتغل والحق على المتعهد. طب هذا مين نحن؟ مين بدنا نحاسب بس لنعرف انه يا هل ترى مزبوط وزارة الأدخال هي إلى علاقة، أو البلديات بتصير تكبها على بعضها؟ إنه عيب يعني عيب نحن يا جماعة، نحن بالعام 2022 لك طريق غير، مش قادرين يزفتوها، مش قادرين يسووها، يعني ما بعرف. على كل حال يعني قصة الطرقات قصة وحكايتها جرصة. بيقولوا ما في، يعني البلديات ما في مصاري والدولة وزارة الأشغال ما في مصاري، مشان هيك اليوم وزير الأشغال عم بيقول إنه موضوع السلام العام ما بيقل أهمية عن موضوع الغذاء، لأنه عم بيروح في قتلى يعني على حوادث على الطرقات، وقام بعدة إجراءات مراسلة مجلس الإنماء والأعمار، لأنه دور الوزارة بكل المشاريع اللي قام فيها المجلس من دراسات وتلزيمات واستلام للأشغال يقتصر على استلام خرائط المشروع فقط. يعني دور وزارة الأشغال ما إلا دور بكل هالمشاريع المنفذة على الطرقات؟ كيف هيدا الحكي منه صحيح؟ ليه؟ أنا بس بدي أشير لنقطة، بدي أقول الإنفاق العام على الطرقات يبلغ 40% من الإنفاق الاستثماري. يعني أنت بدل ما تستثمري وتبني وتعملي طريق، نحن عم نصرف 40% لصيانة طرقات بعدها لا تصان. اللي بدي أقوله كمان الوزير الأشغال قال على صار الوقت، قال أنا جبت المتعهدين ومنت عليهم لحتى عطيونا زفت لزفتنا. منت ما في شيء اسمه منت، في شيء اسمه هيدا المتعهد فاسد وهو عارف انه فاسد لهيك لحتى يراضي. بس كان عنا متعهدين نحنا جبناهن على برنامج نقطع السطر وقالوا نحنا عم نشتغل فيه. بعدم قبض اموال مثل ما لازم، عم نشتغل من روح الحي لحتى ما تتسكر المجاري وما تطوف الطرقات. معك خبر، كل تقريبا معظم العقود اللي بتصير بوزارة الاشغال بتكون مضخمة بنسبة 35% بس لان اجلة الدفع. بتعرفي شو يعني؟ يعني المتعهدين صارت تعرف بينهم وبين الوزارة انه ايه انا بعطيك 35% زيادة عن قيمة العقد ايه؟ لانك انت عتقبض بعدين من الدولة اللبنانية، يعني لانه بدك وقت تقبض. هيدا من حسابي وحسابك، هيدا من حساب الناس. بنستقبل اتصال. مين معنا؟ بونجور مدام. يا هلا. معلش، نحن مش كل شيء الحق على المجالس، في شيء كمان الحق على الشعب. ضيفك الكريم عم بقول طريق ظهر البيدر ما في إنارة، نحن ب 2022 إذا حضرته هو وطالع بيطلع برات السيارة شوي وبيطلع على الإنارة الطاقة الشمسية اللي ركبوها واستفدنا فيها فترة صغيرة، بس نحن شعب حرامي طلعوا سرقوا البطاريات تعول الإنارة من وين؟ لما إذا الشعب فاسد ما دخل، يعني أوكي مش عم نقول المجالس مش عاطلة، بس ما شعب فاسد سرقوا كل البطاريات تعول الطاقة الشمسية، يعني بحطوا مجلس الماء والإعمار تحت كل عمود حرس. هيدي شغلة تانية، الاستملاكات اللي صارت بدها تصير للأوتوستراد العربي من بيروت لفوق، هيدي بتكلف كتير، وحضرته عم بقول ما تنفس شيء منه، بس بينما إذا بيطلع بلا من شتورة فيك تاخده من شتورة لعنجر جاهز، ونحن نطلع منه وننزل تقريبا كل يوم وعلى وفوق بوارج جاهز، بس ما في استملاكات. 15 مليون دولار اللي عم يحكي فيها دول، شو بده يخلص شغل ولا استملاكات ولا ولا ولا
لا بس هن يعطيك يعني ما العافية. اللي بينفذ مشروع ليش واللي بتعمل، ليش بتعمل بيرسم مشروع على مشروع. استملاكات؟ ليش بتعمل هندسة على الاوتوستراد هو في عليه استملاكات؟ بعدين بس صديقي الاوتوستراد اللي عم تحكي عنه منه مفتوح امام كل الناس، الناس عم تمرق عليه بطريقة منا نظامية، بعده ما انفتح. بطلع انا وياك هلا ونشوف، بعده مسكر اول المسرب لانه منه خالص بالنسبة لي. بس وماني عم خليني اقول برر لك انا شغله. صديقي خلينا ماني بس الحرب نسمع وجرد عليه. هي نعم الحرب، هي الحرب بلبنان على طائفة وحدة، على طائفة وحدة. شو هلا بن اخذتنا على الحرب وعلى الطوائف، خلينا بقى على الارض بالزفت. الو الو، نقطع الخط بس خلونا بالزفت، يرضى ما شو عليكم. بدنا مش كل شيء بنروح على الحرب وعلى الطائفة، خلونا بالزفت. نوال عم يحكي ظهر البيضر، ليش نحن كل سنة بدنا نزفي الظهر البيضر؟ ليش ما بنشتغله بفرد مرة مثل ما لازم؟ ليش طبقات الزفت ما بتكون مثل ما لازم، مثل ما بتنحط الدراسات؟ عم نحكي انه الانارة واجب الدولة رعاية الطرقات. روحي على اوروبا بيركبوا الاشياء وبيتابعوها، ما بيهملوا لا الناس وما لا بيهملوا لا بيهملوا لا الحجر ولا البشر. طب نحن لما بدهم ينسرق يعني على كل حال بطاريات الناس كمان فيس دي، ما عم نبرر نحن ايه انه بس الناس لازم يكون تصرف. في يعني اليوم ببلدان هيدا العالم شو كله، بيصير ببلدان هيدا العالم؟ كله، هيدا كله تابع لانه انت ما عندك دولة عم تشتغل مثل ما لازم. لما بتكون دولة عم تقدم لك، اللي عم يسرق اليوم ليش عم يسرق؟ اللي عم يسرق لو عنده تغطية صحية، لو عنده دراسة، لو عنده طبابة، لو عنده عايش كريم محترم، لو انه حاسس بالانتماء للوطن اصلا، لو في مواطنية، ما كان بنشوف كل هالمشاهد. بس نحن اليوم المسؤولية بتقع على مين؟ على اصحاب المسؤولية. نعم، اليوم المتعهدين ما بده يطلعوا معك، مثلا مدير مكتب كيروز للتعهدات جوني كيروز ما بده يطلع لانه ما بده يرد عليك ولا بده يدخل بسجال معك، لانه طبعا هو بيعتبر الكلام اللي عم تقوله منه دقيق. انه في هلا في متعهدين نضاف، في متعهدين مشهد لهم، بس نحن عم نحكي بشكل عام عن عم المشاريع نحكي عن اللي عم بتصير بالدوله اللبنانيه. نحن عم نحكي عن نسبه 78% من المشاريع تدار بطريقه غير قانونيه وبطريقه مسؤوليه. طيب شو هي الاكثر المشاريع سبائية الفاضحه اليوم يعني اللي انعملت وبصوره فاضحه بلبنان شو هي؟ لاقول لك شيء، مثلا اذا بدنا نحكي عن موضوع النفايات، مكبات النفايات وفضايح النفايات اللي طلعت على كل السياسيين بلبنان، ويلي هلا رجعوا عملوا مطمرين ببيروت. الاول طلع من نصيب جهاد العرب، على طول بيطلع من نصيبه، والثاني طلع من نصيب عنده داني نصيب خوري. هالزلمه تخيلي انت انه نحن ببلد بعدنا لهلا نفاياتنا منا عم نقدر نديرها بطريقه صحيحه. تخيلي بدي اقول لك شيء، في احد مراكز معالجه النفايات بالبقاع الغربي انشئ بدعم من صندوق الاوروبي، تحول لمطمر بعد ما السياسيين حطوا ايدهم عليه، تحول لمطمر. جيت انا قدمت اي لك مطمر عم نحكي هلا؟ على البقاع الغربي، جيت انا قدمت لك مشروع لحتى تعملي مركز لمعالجه النفايات، تحول الى مطمر وراحوا المصريين والمعدات اللي فيه بعدها. مين المسؤول؟ مين المسؤول؟ مسؤول الدوله. مين المسؤول؟ انا وانت نوال مستقبل نطلع اتصال منصرف. مستقبل اتصال. خلينا قبل ما ننتقل الى النفايات، في كتير هنا تعهدات وعقود يعني داخل وزارة الاشغال بدنا نحكي عنها ونشوف كيف بتتم هالعقود. كمان مستقبل اتصال، مين معي؟ خير مدام. يا هلا. اول شيء يعني عشان ما يبكي لنا مسيو كيروز عشان المتعهدين او شيء، صورتهم مبينه ومعروفين، ومعروفين التزامات اللي عم ياخذوها المتعهدين الكبار المتعهدين بلبنان. وللاسف وزاره الاشغال بس تحط دفتر شروط ما بيجي مهندس، يعني ما بيجي، مش ما بدي لك مهندس، ما بيجي بني ادم من وزاره الاشغال يشيك وراهم، يعني يشيك اذا هيدي الطريق مضبوطه، يشيك اذا هيدي الطريق صالحه للسير، يشيك هيدي الطريق زي بقى مضبوط. يعني مثل طرقات ظهر البيضر رقعون مسيو حميه هذيك اليوم. ايه بس هو عم بيقول وزير الاشغال انه نحن لازم يكون في تعاون اليوم. يعني من قبل ال 1005، من قبل ايام ال 1005، يعني ما كان في شكوى من قصه المال، كان انفق لبنان يعني 30% من ميزانيه الدوله هي لوزاره الاشغال، من عدا اللي بيتاخذوا من شو اسمه مجلس النواب والاعمار، مجلس النواب والاعمار يعني قمة الفساد، سلم شركة إيطالية لتجر المي من الأولية لبيروت، راحت الشركة الإيطالية سلمتها لشركة لبنانية كمان لكن بتركب التركيبات عشان يحولوا مصاري لبرا، ركبوا جابوا الشركة اللبنانية، وقفت الشركة اللبنانية. ليش؟ قال الشركة الإيطالية فلس ما بتحول لنا مصاري، هوب هوب اختفوا المصاري، ما في مصاري، وين المصاري؟ ما في شركة إيطالية، ما في شيء، وما حدا فتح تمه.
لا علي ابراهيم دق بالموضوع، لا الرئابي دق بالموضوع، ما حدا دق بالموضوع. عمي كيف هيك عم تلزموا؟ كيف هيك عم تعهدوا؟ لبنان دافع طرقات، لازم يكون عندنا لاس فيغاس، ما بدي اقول لك دبي بعد عافخه من دبي، لازم يكون عندنا لاس فيغاس على الطرقات هون، مش طرقات عاديه يعني. صحيح، هي نتيجه الاموال اللي انصرفت، معك حق. اكيد ما نعم. نفق، شوفي نفق المطار مدام، وحياه الله بخاف انا، قال لي صار لي 6 أشهر 7 أشهر مش فايت مش قاعد، وطريقي من هونيك كل يوم يعني، ما بدعس نفق المطار، بنزل نفق الوزاع لانه اوسع شوي. شيء مستحيل يعني الطرقات، نعم. شيء مستحيل مستحيل ابدا. ما بيندعس على الطرقات بلبنان، العالم عم تعمل حوادث من رداءه الطريق. يعني بالشوم كل الاموال اللي انصرفت، لازم يكون عندنا طرقات نموذجيه. كل الاموال اللي انهبت، خلي يسالوا جهاد العرب قديش حول مصاري. راح جهاد العرب عند علي ابراهيم، راح شرب قهوه وطلع عم يبكي برا، قال انا وطني ومدري شو. لا انت كنت واحد فقير راح عملك. طب هو المشكله ما علي يعني، المشكله بالمتعهدين ولا بالدوله اللي مش عم بتراقبهم؟ المشكله بالسياسيين المغطيين المتعهدين ليحولوا مصاري على حسابات المتعهدين، والمتعهدين عم بيعطوا كوميسيونات عاليه. هيدي هون الفساد. فنحن اليوم بيسي ولك، ما حدا تجرأ يحكي مع متعهد من المتعهدين، يروح يحاسبوا داني خوري. قمه الفساد الزياده كانوا عم يناقشوا مجلس الوزراء برئاسه رئيس الجمهوريه ميشيل عون، عم بيناقشوا قصه الاملاك البحريه، بيقوم بيمضي ميشيل عون وسعد الحريري وعلي حسن خليل انه يعطوا ارض بالبحر ويسمحوا له يعمر لداني خوري بمنطقه صوب جوني، ولا جهاد العرب بمنطقه النعمه. وهلا بفرجيك، هلا ببعث لك بعد شوي طالب، ببعث لك صوره المنتجع اللي عم يعمل. يلا ابعث لنا، ناطرينك ناطرينك. ما قدر يوقف المدعي العام البيئي، ما قدر يوقفه لجهاد العرب. ليه ما قدر يوقفه؟ من ورا السياسيين دخلوا اكيد مدام. ما قدر رئيس جمهوريه، مين بده يوقفه؟ ما قدر رئيس حكومه، مين بده يوقفه؟ هيدا مين في بظهره؟ دوله في بظهره. نعم انا بشكرك، شكرا لك. عم يحكي بتصور في عنا في بيروت توسعه ميناء عين المريسه، استبدل بانشاء مرفأ جل البحر على الاملاك البحريه. يعني بيستبدلوا مشروع بمشروع هيك هيدا بدون... ايام هيدا ايام غازي العريضي. غازي نعم. العريضي اذا بنطلع قديش فات، كان قديش فات كانت ثروته، وقت طلع قديش ثروته والعرس الاسطوري اللي صار لابنه. ممكن يلاحق اليوم، يلاحقني. ما هو ملاحق اصلا يعني. لا والشركات يعني ملاحق. لا ما نحن كمرصد شعبي ملاحقين بقضايا اصلا. في ايام غازي العريضي في قضايا وصلت للنيابة العامة، لمجلس النيابة العامة المالية، مجلس شورى الدولة، وبعدين نمت بالأدراج. نعم. طب ليش وزير الأشغال عم بيقيم يعني اليوم المسؤولية عن كاهله، عم بيقول لازم نحن نعمل تفعيل رفع مستوى عملية التنسيق والمتابعة بين وزارة الأشغال ومجلس الأنماء والعمال؟ يعني مش هي وزارة؟ مش وزارة الأشغال وزارة الأشغال العامة والنقل؟ إذا بده يعمل شغلة تنفع، يفتح ملفات العقود والمتعهدين. هو بيعرف أنه الفساد طالع منا كله سواء، بس عم بيقول كأن وزارة الأشغال يعني هي بس أنه استلام خرائط المشروع، وياخذ صفة شخصية ويروح يدعي عليهم ويحاكمهم. بأي صفة؟ لأنه وزير أشغال، لأنه وزير أشغال، لأنه هو الوصي على هاي الوزارة، ولأنه هاي الوزارة مثلا في فضيحة مبنى سجن رومي، المبنى ديل. هاي كمان هاي الفضيحة وصلت لما وصل أموال على لحتى تحسين السجون. لا يعني عملوا عقد مع أحد المتعهدين لترميم مبنى ديل ولتأهيله وبقيمة 9 مليون دولار، وآخر شيء ما حدا إجا استلم، وما كان وفق المواصفات، لحتى طلع آخر شيء وزير الداخلية مروان شربي البقطة عن المؤتمر صحفي، وكمان راحت بالهواء وما حدا حاسب ما حدا سأل، وأموال صرفت. ناهيكي عن موضوع الدفع عبر طريق المصالحة اللي بتم. نعم، وبعده عم بيطلب بمجلس الوزراء. نعم. بيروحوا المتعهدين ما بينفذوا، ما بيعملوا شغلهم مثل ما لازم، واخر شيء مجلس الوزراء ايام حسان دياب بيمضوا لتسديد الاموال للمتعهدين بمصالحات من الوزراء. بس اليوم ليش وزير الاشغال عم بيقيم المسؤوليه عنه، وعم بيطلب انه من المجلس الانماء والاعمار ضروره اعاده النظر بقراره بشان اعداد استراتيجيه وطنيه وخطه للسلامه المروريه بتمويل من البنك الدولي؟ بعد بدنا نجيب مصاري ونحط على الطرقات. من افسد لن يصلح نوال، وبالتالي وحتى اللي عم يحكي بدك تشتغل صح. هودي كلهم فاسدين، حاسبهم. نعم. اشتغلوا بطريقه صحيحه،
كل في عنا متعهدين تقريبا بيطلعوا اقل من 10، هو دايما هن لهم حصه الاسد بكل ايه، بس مجلس الماء والاعمار يحل محل كل الادارات العامه ومجلس فيما يتعلق بمنح الرخص الاداريه 100% والاجازات الواجبه 100%. وهي الكارثه الكبيره، نعم، وهي اللي صار في مليارات دولار وعم تروح من 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 دربنا ودرب الناس مليارات الدولار، وبعدنا لهلا حاطين هيدا المجلس الانماء والاعمار يلي هو صار مجلس الدمار مش الانماء والاعمار، وبنعطيه مصاري ومنقول له اشتغل بالوقت لازم يتحاسب. في عنا اتصال، مين معي؟ انا قطع الاتصال. بيقول الوزير انا وزير بدوله ومش دوله بوزير، شو بيعني بهالكلام وزير الاشغال؟ عم يرفع العتب عن نفسه مشان التقصير بالمسؤوليه، لانه في مجلس انماء والاعمار هو الامر الناهي بالمشاريع، مش هيك؟ يهتم في عنا كمان الأشغال. في عنا كمان اليوم مجلس وطني للسلام المروريه، في شخص والباقي مش مشكل. نوال توفى شخص من رمزي جمعة. سلامه، دكتور رمزي سلامه، حدا حكي فيه؟ سمعنا انه توقف حدا تحاسب؟ الناس غرقنا بجوني، غرقنا، المي طافت، بيقولوا الحق على الناس لانه اللي بترمي النفايات بمجاري الطرقات وعلى الطرقات وبتتجمع بالانايات، وبوزاره الاشغال بتقول انه هي نظفت الطرقات، وكان عندنا متعهد اللي هو طبعا عم نحكي هون جوني كيروز، وقال انه صار في تنظيف للمجاري وللطرقات وكل شيء، بس الناس بتضل تكب نفايات على الطرقات والبلديات مش عم بتنظف النفايات، يعني هي المشكلة اللي عم بتسد المجاري. بالآخر في مسؤولية على كل حدا، على مين؟ مسؤوليته المتعهد عليه مسؤولية، لأنه حتى المتعهد يلي قالك أنه نحن عم ننظف الطرقات، ايه، ما هو بنظف منه الطرقات. معقول منه معقول إذا أنا بدأت شتي اليوم وأنا امبارح بنظف الطرقات الناس تجي بيوم واحد وتكب كل هالزبالة، ما كل شيء نجي نحمله على ظهر الناس، الناس فوق الظلم اللي نحن عم نظلمه نجي نحمله مسؤولية، ما نعم نقول الناس بتكب نفاياتهم من الشبابيك، بس مش هالقد، مش لدرجة انه الطوفي منطقة كاملة بجوني الطوف من ورا انكبت من الشباك، ما نعم نبرر الناس لازم ما تكب، بس في تقصير على من يتابع عمل صيانة الطرقات. ايه، بس الوزارة المسؤولة عن تأمين اعمال صيانة الطرقات، مزبوط ولا لا؟ صحيح. عم بيقول هلا الوزير انه نحن كيف بدنا نشتغل وما في كهرباء، يا عمي بس هلا ما في كهرباء هالسنه، بس كل عمره بتطوف الطرقات وفي كهرباء، وطول عمرنا بنطوف وبيكون في مثل ما انت عم بيكون في كهرباء مثل ما انت وكنا نطوف بالدولار 1005. عم تطوف الطرقات، معك خبر باحد المناطق ببيروت ليش عم تطوف الطرقات؟ لانه احد المشاريع الكبرى، نعم، حولت المياه الصرف الصحي تبعتها على الاوتوسترادات بدل ما تكون في لها طريقه معالجه، نعم. يعني هالمي مش بس كمان عم تكون شتى. طب اليوم مين رح يحاسب المتعهدين؟ يعني كمان هلا فنان بيتوفى طبعا الله يرحمه من قوم الدنيا، وفي ناس كتير بتموت وما حدا بيحس فيها ولا حدا بيحكي عنها، يعني اليوم اللي صار على طريق المصنع كمان يعني من وراء المتعهدين عم ينقال، عندك فكرة عن هالموضوع؟ انكتب كتير. نعم تفضل. حكينا مع وزير الاشغال باحد الحلقات، قلنا له بالقليله امنوا اناره لهي الطرقات اللي هي دوليه. بيقول ما عندنا امكانيه، هذا الكلام مش مقبول من 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 من, من مسؤول. الفنان انا بيجي انا بطلع وبنزل بطلع وبنزل على زحلي، في محلات بالاوتوستراد اللي هو ظهر بس بالمقابل بتصريحه عم بيقول الطرقات هي ملك وزاره الاشغال، وهناك من يعني يسعى للضرر فيها، والاموال منا عذر لترك الامور مثل ما هي. منا صحيحه. هلا تصريح ب 24 تشرين الاول، يعني هلا بعد محل ما توفى جورج الراسي كان بتكلفهم يحطوا اللمبه، نعم، اللي هن هلا حطوها، والاشارات الضوئيه اللي هن هلا حطوها، واللي حطوا كمان هلا بعد ما توفى حطوا منها باخر جسر المديرج، هاو شو بكلفوا ميزانيه الدوله؟ هاو بدهم ميزانيه الدوله لتحطيهم؟ شو بيكلفوا هاو؟ طيب شو لازم ينعمل؟ في اشياء بالحد الادنى المطلوب لسلامة المواطنين منا عم تراعى، هيدا تقصير من وزارة الاشغال ومن المتعهدين، خلينا نحكي الامور مثل ما هي، ما يطلعوا يبرروا قال ما في تعاون مع البلديات، ما قالها، ما تبعت تصريحه، ما في تعاون مع البلديات، النفايات على الطرقات، عم بيطلب من كل يعني مسؤول انه يتحمل مسؤوليته بموضوع توفان على الطرقات. لما منحاسب الكل بيشتغل، مين بده حاسب بدون قضاء؟ لما منحاسب مين بده حاسب؟ ما في قضاء هلا، بس انا صرنا 30 سنه منا عم نحاسب والفساد مستشري، مشان هيك ما راح يستقبل اتصال. مين معي؟ الو، صباح الخير. صباح النور. معك مواطن لبناني. انا بدي احكي بس عن بائع اسمه كفرسير بجنوب لبنان، عم تسمعوني؟ تحيه لاهالك فرسير، تفضل.
شو اسمه هونيك لزموا مشروع صرف الصحي ولحد هلا من 3 سنين مصرياته ما بعرف وين راحوا. لمين لزموا؟ لمين لزموا؟ للبلديه؟ البلديه لزمت ولا مجلس الماء؟ لا لا شو اسمه شركه اوروبيه اجت لزمت مشروع للضيعه للبلديه تحت اسم البلديه. مشروع طار راح مصرياته راحت مع البلديه. يعني البلديه مسؤوله برايك؟ اكيد البلديه لانه هي البلديه الوحيده المسؤوله عن الضيعه كانت وقتها. شو اسمه عملوا البرك تبع الصرف الصحي لحد هلا ما اشتغلوا له 6-7 سنين اكثر شوي. لا في لا بلديه لا في رئيس بلديه ما في شيء يعني. هلا ما في بلديه ولا ما في يعني ما في بلديه فاعله؟ شو ما فهمت؟ لا لا ما في لا بلديه لا رئيس بلديه. وين مصريات؟ المصريات راحوا بتسالي من اللي اخذهم. عرفتي؟ وكمان انتم مين بتتهموا؟ هلا ما في اتهام معين لانه اكيد البلديه المسؤوله. بدك تشوفي اللي كان بوقتها مين مستلم. وشغله ثانيه والاهم من هيك طرقات التفاصيل الداخليه ما في ولا طريق. هاي مسؤوليه البلديه يعني وزاره الاشغال هي على الاوتوسترادات والطرقات. نعم نعم يعني بدك تشوفي المحافظ مش مسؤول عن البلديه طبعا ضيع هلا هو. اي لما بتنحل البلديه بتستلم المحافظ مش هيك؟ طيب شو وينك يا محافظ الجنوب؟ بدنا ندعي اليوم شو عم بيصير بكفرسير ما هيك؟ صحيح نعم يا محافظ الجنوب شو عم بيصير بكفرسير؟ ما بدنا نترك البلدات لانه ما في رئيس بلديه وليش في عدد من البلديات يعني انحلت هلا؟ على كل حال كان لازم يكون عندنا انتخابات بلديه وما صارت تأجلت. وملف البلديات اصلا البلديات لو المفروض هو لو بيراعوا اللامركزيه والبلد كل بلديه بتشتغل لمنطقتها وبيعطوها الاموال المستحقه لها بصندوق البلديات وهي بتقدر تجيب اموال لحالها كمان وبتقدر تجيب يعني. طيب بدنا نضلنا نحكي عن الفساد ولا مره شفنا فاسد موقف او عم بيتحاسب بفوت بيشرب قهوه وبيطلع؟ ليش؟ لانه السياسي هو اللي حاميه لانه بعده نفس السياسيين هن اللي مسيطرين على الحكم بهالبلد. نعم مستقبل اخر اتصال مين معي؟ الو مرحبا. مرحبتين. معك مواطن لبناني. اهلا. عم تحكوا على المتعهدين الحراميه مش المتعهدين الحراميه الوزراء الحراميه لما بيجوا عند المتعهدين بالليل على بيوتهم وبياخذوا كوميسيون. بيجوا على بيوتهم مين اجى لعند مين؟ لو بتعرفوا انتم ما حقلك اسئله. ليش ما بتقلي ليه ما بتكون الامور هيك علنيه بنحكي الامور مثل ما هي؟ ما في وزير ما اجى لعند هذا المتعهد بالليل تعشى عنده. ايه واخذ مصاري. نعم وزير هلا حالي بالدوله يعني؟ وزير قديم وحالي. نعم يعني مش المتعهدين اللي بس معلي اللي بيقبض مصاري من وزير شو بيكون؟ فاسد. ايه شو يعني عم بتقلي ما فيش متعهدين فاسدين في اول شيء شوف الوزراء وشوف الاستشاريين اللي بده يجي يمضي على المشروع وبياخد كمان انه راح كشف على المشروع وبياخد 20,000-30,000 دولار يعني كله فاسد مش انا موافق انا وياك؟ يعني حاسبي حاسبي الوزراء والاستشاريين اللي عم يروحوا يستلموا الطرقات ايه والمتعهدين اللي بيقبضوا اموال من الوزراء لا يعملوا الطرقات. طبعا. شكرا لك اهلا وسهلا فيك. نوال على موضوع الطرقات والمشرفين انت اليوم في مين بيخطط يعني بيصمم للمشروع في مين بينفذ وفي مين بيستلم وبيراقب لما بتجيبي نفس الشركه هي بدها تصمم وهي تنفذ مثل مين مثل ما اعطينا امثال هو مجلس الماء والاعمار بيصمم كل ومراقبه لاحقه وكل العقود هيك بتتم مع نفس الشخص هو بياخذ 3 صفات. نعم على كل حال اليوم موضوع المتعهدين والطرقات موضوع كتير مهم نحن على أبواب شتي مين بدنا نحاسب أنا وياك وزارة الأشغال صح؟ صحيح مجلس الماء والأعمار اللي هو قد كل الوزارات المتعاقبة المتعهدين اللي بيقبضوا أموال من السياسيين باعتراف المستمعين والمشاهدين ما هيك؟ 100% وأنتوا كمرصد ومنسقية المرصد الشعبي اليوم يعني في دعاوى على مين ومين على مين ومين في دعاوى تحلي هالدفتر في دعاوى واصلة لمجلس شورى الدولة مثلا بأشغال نفق سليم سلام واصلة لمجلس من أي من كم سنة بعدنا يعني صار لوقت وبعدها ما وصلت لمحل من أيام وزارة غازي عريضي بالأشغال كمان في دعاوى يعني لو عنا قضاء معلش ما كنا عم نحكي اليوم بملف الفساد التوك بتبلش من العدالة لما ما بيكون في عدالة
رح يضل مسرح الفساد ماشي وكله بيلقي التهم على الآخر. ونقطة على السطر. شكرا لك عضو منسقية المرصد الشعبي سيف الدين الكردي، بس سمينا الأمور بأسماء أو قلنا لأنه ما في قضاء، لو في قضاء كان معنا كمان اليوم مشاريع فاسدة ومن أموالنا، من وبيقولوا لنا ما معنى أموال، ما أنتوا صرفتوا على المشاريع الفاسدة وحطيتوا الأموال بجيوبكم. رح نحكي عن المعلمين شو وضعهم بالمدارس الخاصة اليوم، شو عم تعمل نقابة جديدة برئاسة نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمي محفوظ وغيره. فاصل ونتابع معكم. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، نقطع السطر عبر صوت لبنان عن وضع المعلمين بالمدارس الخاصة في ظل انتخاب نقابة جديدة لإلون، وعلى رأس النقابة اليوم نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمي محفوظ. أهلا وسهلا فيك عبر صوت الخير لبنان. صباح الخير لأليك ولكل المستمعين والمشاهدين. اليوم المعلمين مثل غيرون عم يرزحوا تحت ضائقة اقتصادية كتير كبيرة، لما بيكون المعلم مش بخير المدرسة مش بخير ولا الأجيال بخير. شو عم تعمل النقابة جديدة لتحسين وضع المعلمين، خصوصا اليوم في تفاوت بوضعهم بين المدارس، منهم بيقبض أقل يمكن من غيره، في منهم بيقبض فريش دولار، في منهم بيقبضوا على اللبناني، في معلمين يعني معاشهم منيح وفي معلمين معاشهم قليل. ما في اليوم هيك معاشات ثابتة لكل المعلمين بلبنان، وهيدا مش لازم يكون بس لأنه على الحفاظ على الحد الأدنى. أستاذ نعمة، أولا بدي بلش وقول أنه نحن حريصين على العام الدراسي وعلى تعليم الطلاب والولاد أكثر من أي فئة تاني بالبلد، مش ما حدا يأخذنا محل تاني إذا بدنا نرجع هلأ نطالب بمقومات الحد الأدنى للعيش. بمعنى تاني مستشفى إذا تخرب 5 شهور بترجع بتصلحيه، مصنع إذا توقف 3 شهور بترجع بتصلحيه. أما الطلاب سنة سنتين ما يتعلموا روح مستقبل جيل، روح مستقبل البلد. ونحن بنعتبر القطاع التعليمي أحد مقومات لبنان الحديث اللي عمره 100 سنة، وبالتالي حريصين جدا على عملية التربية والتعليم، خاصة أنه مرق سنتين ثلاثة كان الفاقد التعليمي كتير كبير من وراء خاصة كورونا بالقطاع الرسمي. نعم. بالخاص كنا عم نحاول شوي نسد بعض الثغرات، هيدي مشان نكون على بيني من الأمور. بخصوص المعلمين أنا ما حقول أنه بدي أضرب معاشات الأساسي بـ30، نحن معاشاتنا انقسمت على 30، بس أنت قلت بدي أضربها بـ3 إيه موضوع تاني 3 لأنه الدوري ضربتها بـ3 الدوري بموضوع الموازنة ضربتها بـ30. أنا عم قلك ما بدي أضربها بـ30 بمعنى معاشات كل الناس انقسمت على 30، يعني أنت اليوم منك قادرة تقولي أنا بدي حقوقي. نحن ما عم نقول بدنا حقوقنا، حقوقنا شغل كتير كبيرة ما بيحملها البلد. ليه بتطالب الدولة بحقوقك ما عندك المدارس؟ لا، في القوانين بتشرعها الدولة. نعم. أنا لحتى أطلب حقي من صاحب المدرسة بدي يجيب له قانون. نعم. والقانون بتشرع على الحكومة ومجلس النواب. الحكومة ومجلس النواب بالفترة الأخيرة أقروا مشروع الموازنة اللي لحد هلأ لم تنشر، كمان هي علامة استفهام، لم تنشر الموازنة طبعا. ضربوا معاشات القطاع العام والمتقاعدين بـ3، وكل عمره بس يطلع قانون للتعليم الرسمي تنطف جبلي وبتقول ويطبق هذا القانون على معلمين المدارس الخاصة. هيدي من حكيت ما بس من حكيت، وانا بخاف تكون مقصوده. هلا انا ما بخفيكي هذا الموضوع حملته لوزير التربيه، قال لي معك حق 100%، معك حق 100%، رح يضيفوها. بس وانا حكيت مع معالي الوزير بارود مستشار النقابي القانوني، عم يعد مشروع قانون لنضيف هاي الجمله ونحمله انا والوزير للرئيس مئاتي وللرئيس بري. بتلاحقوا قبل ما تطلع الموازنه؟ هلا واذا كان طلعت يعدل القانون، ما انت عم ترجعي قانون الموازنه بتعدليه بماده ثانيه. ايه بس يا استاذ نعمي، انا نحكي الامور مثل ما هي، يعني اليوم معاشات المعلمين بالمدارس الخاصه في منهم عم بيقبضوا فريش دولار. انت عم تقولي في منهم؟ ايه في منهم. خليني اعطيكي لوحه عامه لانه انا عندي الاستاتستيك. إيه؟ وفي منهم هجروا من مدرسه لمدرسه اخرى. الاستاذ اللي بيقبض 150 دولار و200 دولار و300 دولار و400 دولار كان يقبض 2000 دولار و2500 دولار مثل كل الموظفين. ماشي. اثنين يعني. الأساتذة بعكار وببعلبك وبجنوب وبالمنية وبالضنية ما سامعين بالدولار بمدارسهم، يعني بعضهم بيقبضوا 1.5 مليون ومليونين ومليون و300. ليش بدهم يقبضوا طالما المدارس عم تاخذ أقساط بالدولار؟ ما أخذوا، لا ما أخذوا، يعني نحن عايقين نوع مدارس عم بحكي أنا وياك. ليكي المدارس اللي بالمدن
يعني صيدا، بيروت، جوني، طرابلس، هاي المدارس عملوا تصنيديق وعم تاخد دولار. هلأ بنحكي بموضوع الصناديق ويتفاوت الموضوع بين 150 و200 و300 و400. مشان هيك أنا قلت بالمقدمة ما فينا يعني نحكي عن كل المعلمين بشكل عام، يعني بدنا نحكي معلمين بيقبضوا بفريش دولار، معلمين ما بيقبضوا يمكن الحد الأدنى، المعلمين بيقبضوا بالليرة. شفتي ليش أنا بدي شرع الموضوع؟ أنا وقت اللي بيطلع تشريع وبيضرب معاشات المعلمين بتلاتي، كل معلمين لبنان بتلحق انطرطوشي. هلأ أنا ما بخفيكي بس من أي أموال بعض أصحاب المدارس ردوا علي ورأي احترموا يعني بيقولوا يا نائم إحنا زبطنا حالنا وعملنا صندي وعم نجيب دولار وعم نعطي المعلمين، انت وقت تضرب المعاشات بتلاتي عم تخرب لنا الصناديق. انا جوابي كان رد اللي قالون انه هالاستاذ وقت بتضرب المعاشي بتلاتي يعني يمكن عم تعطيه زياده 150 دولار، اذا كنت عم تعطيه 300 اعطيه 150. طيب من وين هالمعاشي؟ معلش بتلاتي من وين؟ من جيبه الناس اللي ياخذوا دولار من الاهالي بدل ما ياخذوا دولار من الاهالي، مش قادرين يدخلوه بالموازنه لانه قانون الموازنه بيقول يجب ان تكون باللبناني، بدل ما ياخذ منه 100 دولار 150 دولار بيخذ منه 3-4 ملايين زيادة على القصر. بس مش التوك عند المدارس؟ كيف؟ مش التوك عند المدارس؟ هي اللي لازم تحسن من وضع المعلم، ما هي عم تقبض من الناس بالدولار. هلا عم نحكي مش كل المدارس، ما نحن في تفاوت بين رواتب المعلمين وما فينا نحطهم بخانة، وفي تفاوت بين المعلمين بنفس السلة ولا كل المعلمين بنفس السلة. ما عم قلي عم قلك في يعني اليوم لما بتضرب بتلاتي معناتها بده يرجع صاحب المدرسة أو مدير المدرسة يضرب كمان الأقساط بتلاتي. ما هي دويرة كانت الحجة بمدارس الأطراف مدارس الأطراف بالأقدي البعيدي أنه أكترية الأهالي عسكر وموظفين ومدري شو. هلا هيدول حسب قانون الموازنه انضربت رواتب بثلاثه، ما المفروض الاستاذ بهالمنطقه ينعطى مثل ما انعطى الاهالي على الاقل، ما عم اقول اعطوا دولار انا. والمدارس اللي عم تعطي دولار اذا بتضرب المعاشات بثلاثه نتيجه القانون اللي عم تعطيه 300 دولار تخصم له 100 منهم 150 بشكل انه ما بيتغير. يعني انا ما بدي زلزل التسويات اللي عملتها ادارات المدارس مع المعلمين بالمدن، لا بالعكس انا بدي اسعى لحتى المعلمين يحصلوا وضعهم، ما بدي اخرب من وضعهم يعني. بس في معلمين مظلومين بالاطراف كمان لازم يسمعوا انه في حدا عم يوصلهم وجعهم وصوتهم للمسؤولين. نعم، يعني قبل ما نرجع للمسؤولين طبعا والتشريع مطلوب لحتى مثل ما بياخدوا اليوم المعلمين بالمدارس الرسميه ياخدوا المعلمين بالمدارس الخاصه. من زمان عم بتطالبوا بوحده التشريع. مش عم طالب، وحده التشريع قائمه من 30-40 سنه. ايه بس ما عم تطبق. لا ابدا، هي اول مره. تتذكري موضوع الست درجات؟ حاولوا بالموضوع الست درجات ما اخذتوا القانون وما طبقوا ما طبقوا. هذا موضوع تاني بقى. انا المهم القانون طلعته. هلا اذا المدرسه ما بدها تطبق قانون بساعتها بصير في قضاء بيننا وبين المدرسه. وين القضاء؟ ما في كتير مدارس ما طبقت القانون ولا تحاسبت بالقضاء. هلا مش عم نقوم الموتى انا وياك، عم نقول لك ما في شيء ماشي. البلد كله بجهنم ورحنا نحو القعر. بس انا عم اقول انا كنقابي واجباتي طلع قوانين تحمي حقوق المعلمين وتأمل ظروف مقبولة مقومات الحد الأدنى ليروحوا على المدرسة. سيدتي برجع وبقول لك أنا مش عم طالب بحقوق المعلمين، حقوق المعلمين تضربين رواتبهم بثلاثين مش بثلاثة، أنا مش عم طالب هيك. بس هني منهم بجزيرة معزولة، منهم بجزيرة معزولة. أنا شو عم طالب هني بيشبهوا الوضع البلد كله. صحيح. ليه بدهم يكونوا؟ بس أنا حقلك شو الفرق؟ الفرق موصفين الدولة عم يروحوا يوم يومان على الشغل، معلمين المدارس الخاصة عم يروحوا خمسة أيام وعم يعلموا من 7:30 لتنتين ونص. هذا الشيء معمم بكل المدارس؟ بكل المدارس الخاصة خمس أيام، قليل اللي عم يروحوا أربع أيام، وبالتالي هذا القطاع بعده عم ينتج كأنه الوضع طبيعي. أنا شو عم أقول؟ أنا عم أقول الأستاذ بده يفيق الصبح على الأقل يتروق قبل ما يروح على شغله، بده ينزل لتحت ليدور السيارة بده يكون فيها بنزين، بده يرجع عشية على بيته بده يفقس الكهرباء، بده يضوي الكهرباء ليحضر يحضر ويصحح للأولاد. طب اذا هالثلاث شغلات مقومات الحد الادنى ما بدي امن له اياها، ما في امكانيه لاستمرار العام الدراسي. فانا عم طالب بمقومات الحد الادنى انه هالاستاذ بده يتروق، بده بنزين، بده كهرباء ليصلح ويحضر. طب هذا لوحدهم بده 90 ليره بشهر. نحن عم نحكي عن المعلمين المظلومين، المعلمين المظلومين. نحن مش عم نحكي عن معلمين ما هم مظلومين وعم انا برايي كل المعلمين مظلومين، بس الظلم يتفاوت بين فئه وفئه. كل المعلمين مظلوم، كل الموظفين وكل يعني اليوم القطاع 90% من الشعب اللبناني هو مظلوم. هيدا اللي عم جرب اقول لك، ما في 90% اللي منهم بجزيره معزوله كنا عم نقولها. بس اذا فينا قاضي بدها تدافع عن فئه معينه لتقدر تقفل العام الدراسي،
يعني انا مثلا انا ما بدي اعطل يعني النافعه معطله، هلا القضاء ما قالوا 3 شهور معطل، القطاع العام السنه الماضيه ما اضرب سنه كامله، انا عامل لك ما بدي اعمل هيك بالقطاع الخاص، ما بدي اعطل المدرسه لانه التعليم اذا بيتعطل عم تخرب مستقبل البلد. نعم لهسب عم اقول او املوا لنا مقومات الحد الادنى لنقدر نكفي بالعام الدراسي اللي انطلقنا منه. ايه بس مين المظلوم اكثر شيء؟ المتقاعدين من المعلمين. صحيح مش هيك؟ شو وضع بصندوق التعويضات؟ شو بدك تعمل حضرتك بهالصندوق؟ اليوم لا قادرين يتطببوا ولا يجيبوا دواء، مش عم يطلع لهم أموال، مع أنه هلا عرفنا أنه كل المدارس هلا لدفعت 6 درجات اللي ما كانت اللي متلكأ عن دفعة دفعة. لكن بدي أقول لك بأنا شغلي. بدي أقول لك بأنا شغلي. في أساتذة بالأطراف بعضهم بيقبضوا أساتذة ثانوي مع ماستر وإجازات. معاشاتهم بتبلش بمليون و600 ومليون و700. معلمي عم تقول للاداره انه هذا معاش ما بيوصل لي على المدرسه، ما بيوصل لي يومين، ما بيوصل على المدرسه، بدي شيء فامنه لاقدر اوصل لعندكم. انه انا بطبق القانون، القانون بيقول لك انت بتبلشي من 600,000، هلا صاروا بيطبقوا القانون، بس وقت طلع قانون 6 درجات من 6-7 سنين ما طبقوا وحرمونا من 6-7 سنين، كانوا 6 درجات بيعملوا 500 دولار بالشهر، هلا ما بقى يعملوا 10 دولار، هلا صاروا بده يطبقوا القوانين. يعني هذا هلا ايه كلهم يعني عرفنا عن المعلومة. خليني اعطيكي لمحه عن صندوق التعويضات. ايه عن الصناديق، نحن عملنا 3 صناديق. نعم عملنا صندوق التعويضات وصندوق التقاعد وصندوق التعاضد اللي بيعني بالموضوع الصحي والاستشاري. صحيح. هلا الاستاذ بعد 64 سنه يا بياخد تعويض يا بياخد تقاعد، وعندنا مشكلتين هلا حاشرح لك اياهم. خليني بالمشكله الاسهل. معلم امبارحه اخذت الشيك 150 مليون تعويض على بنك محدد، راحت بدها تحطه بهالبنك ما استقبله، اخذته على حسابه ببنك تاني ما استقبله. طيب هذا التعويض بعد 40 سنة تعليم هو اخذته تشيك من عندكم؟ نحن ما فينا نعطي إلا تشيكات. تشيك ما بيستقبلوا المصاري. نحن اموال نحن عندنا بالصندوقان فقل 1,000,000,000,000. انا بحط بمركز الصندوق 1,000,000,000,000. انتم موظفينه سندات خزينه، ما هيك بالقانون لازم توظفوه سندات خزينه. سندات خزينه وصل. نعم. بالبنوكي. نعم. يعني انا اموالي حاططها بالبنوكي. نعم. بس بدي ادفع تعويض. بس ليش المدارس بس بتدفع للصندوق؟ كيف بتدفع له المدارس بس بتدفع للصندوق؟ طيب شو عملت؟ شفته للوزير انه هيدا تشيك ما بينصرف هالمخلوقه شو بتعمل؟ وهيدي قصه معممه، هيدا مشكل كتير كبير. حكيته مع الوزير وانا طالب حاكم من طالب موعد من حاكم مصرف لبنان. عطاك هيدا الموعد موعود بهالفتره القريبه، هيدا الموضوع بده حل. مش معقول استاذ بشيخوخته بعد 40 سنه خدمه عم نعطيه تشيك ما يقدر يصرفه. انا ما عم بطلب من البنك انه هيدا قيمته 150 مليون خذوا واعطيني ال 150 مليون. نعم يا اخي انا ما عم بطلب البديعه، انا ما عم بطلب 150 مليون، عم اقول لك حط لي اياه وقبضني بالشهر مليون 3 لعيش. منه مقبول، منه مقبول هذا الوضع. والحكومه بده يكون لها دور، يعني مثل ما الحكومه مسؤوله عن شيخوخه المعلمين بالقطاع العام، الحكومه بدها تحط كتف معنا، لانه هدول كمان 60,000 عائله من مسؤوليه الدوله اللبنانيه. كمان المدارس بدها تحط كتف معكم، بنعرف انه المقاصد مثلا في متاخرات عليها لصندوق التعويضات. عم نحكي انه كله بده يساند كمان المدارس. ليش في متاخرات؟ موضوع صندوق التقاعد. نعم. خليني اشرح لك مشكله كبيره. تفضل. نحن عندنا هلا بحدود ال 4,000 استاذ متقاعد، وعلى فكره هيدا القطاع الخاص الوحيد اللي بلبنان اللي فيه تقاعد. العمال كل القطاع العمالي بيقبضوا بس تعويض متضمن. صحيح. وهلا عم بيحكوا هلا بالتقاعد وزير العمل عم يعمل من صندوق النقد الدولي دراسي، وعاملين حالهم عاملين انجاز كتير كبير انه عم يروحوا على صندوق تقاعد. طيب من هلا قال 20 سنه عاملين هذا الصندوق. ليش الدوله ما بتحط كتف معنا؟ اساتذه المتقاعدين عندنا معاشاتهم تتراوح بين مليون مليون و200، مليون ونص، مليونين، اكثر شيء 3 ملايين ليره. طيب كيف بده يكفي حياته؟ مثل ما الدوله ضربت معاشات المتقاعدين عندها بثلاثه، هالبشر هيدول بدنا نزد لهم، هلا لا اقدر زد لهم بدي مداخيل. لانه الصندوق المصريات اللي فيه اذا بدي اضرب لهم بالداون تيك. طيب يعني اليوم عم بتقول بدنا وبدنا وبدنا من الدوله، الدوله مهتريه وما معها مصاري. لا ما عم بقول لك بالدوله انا، لا 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 انتبهي شوي، انا بدي مداخيل لهالصندوق، هالمداخيل انا عم فتش، عم بعمل مشروع قانون هلا. بدي دفع الاساتذه شوي، بدي زيد النسبه اللي عم يدفعوها، بدي دفع المتقاعدين شوي، بدي اطلب مساعده من الدوله. يعني عم حاول فتش على عده مداخيل لجيبها لهالصندوق. انا اللي عم بطلب من الدوله موضوع تشريع،
بدي منن يشرعوا لي مشروع القانون اللي هلا عم عدوا لاقدر ساعد هالاساتذه. لانه هلا هني 4-5 آلاف، بعد سنتين ثلاثه بدهم 6 آلاف و7 آلاف عيلي، وهيدي انا عم بحملهم عن الدوله. نقابة المعلمين عم تحمل 6-7 آلاف عيلي وشيخوختهم عن الدوله، مفروض الدوله تحط كتف معي. يعني اذا الدوله بالسنه قالت انا بهالصندوق بدي غذيه ب 50 مليار، شو القصه العظيمه يعني؟ شو عم تغذي ناس من نيكاراغوا؟ هي بتقول لك بغذي مدارس، ليش بدي غذي القطاع؟ عم تغذي مدارسها وعم تعطي الجامعه اللبنانيه وعم تعطي القضاة وصناديقهم، ما هذا كمان صندوق للبنانيين. طب كيف في تجاوب معك؟ عم اقول لك الوزير قال عدوا مشروع القانون، عدوا عم نعد مشروع القانون مع مشروع وحده التشريع، وحنحمل ان احنا ومعالي ونروح عند الرئيس مئاتي. طيب اليوم انا سالتك سؤال، في كمان مؤسسات ما عم بتصدق، انا عم نحكي عن 3 صناديق عندكم، بس في مؤسسات لصندوق التعويضات ما مؤسسات ومنهم المقاصد عم سميه ما عم بتسدد، يعني في مدارس مش عم تسدد المتوجبات عليها، شو عم تعملوا معهم؟ هيك خليني اقول لك بالتحديد عن المقاصد. هلا بهالشهرين تقريبا دفعوا كل ما عليهم. لهالسبب نحن رجعنا صفينا تعويضات كل المعلمين المقاصد. نعم. هاي المعلومات اللي عندي. هلا المشكله ما كانت بس بالمقاصد، في العديد من المؤسسات الخاصه بلبنان، مئات المدارس بتاخذ من المعلمين. نعم. 6% لتدفعهم لصندوق التعويضات وما بتدفعهم. نحن شو عم نعمل؟ نحن في دعاوي، نحن هالمؤسسات، نحن عندنا مكتب محاماه ورافع دعاوي على هالمؤسسات، لانه المعلم اذا مدرسته ما مسددي ما مسدد للصندوق ما عليها. المشكلة انه المدرسة بتدفع 6% وبتاخد من الاستاذ 6%، عم تاخد من الاستاذ 6% وما بتروح تعطيه للصندوق. ايه في مشكلة كمان، وبالتالي في دعاوي بين الصندوق وبين هالمؤسسات. نعم. هلا المعلمين اللي ما بيقدروا يقبضوا تعويض نتيجة هذا الواقع، من المفروض كمان يساعدوا الصندوق، هم يرفعوا دعاوي على مؤسساتهم، انه لانه هذا يعتبر بمثابة سرقة. نعم. طيب اليوم عم بتطالب الدولة، ما صار لك 20 سنة عضو مجلس إدارة بصندوق التعويضات، طيب ليه ما اتخذ هالقرار قبل؟ أيوة. ليه هيدا اللي عم تحكي عنه التشريع، ليش ما اتخذ قبل؟ نتيجة الانهيار، ليش هلا الدولة ضربت معاشات بثلاثة؟ لأنه فانتازي؟ في انهيار وقع، الأستاذ اللي كان عم يقبض مليونين ليرة تقاعد سيدتي كانوا بيطلعوا 1000. طيب اليوم ما فيكم تزيدوا للمتقاعدين؟ ما فيكم تزيدوا للمتقاعدين اليوم؟ الصندوق ما معه مصاري. ما عامل لك اياها، انا فيني اضرب معاش بثلاثه. نعم. الصندوق بسنه بيسكر. انا بدي امن له ديمومه الصندوق، لامن له ديمومه الصندوق بدي فتش له على مداخيل نتيجه الانهيار اللي صار. نعم. على الخط مباشره، كيفك انت والامين العام للمدارس الكاثوليكيه الاب يوسف ناصر؟ ماشي حالك؟ على احسن ما يرام. كيفك ابونا؟ صباح الخير. يعطيك العافيه. كيف صحتك؟ يعني اليوم ما في مجلس جديد لصندوق التعويضات، ليش؟ هيدي مسؤوليتكم مش هيك؟ خليني اقول شيء، اول شيء خليني بارك ل هلا ما باركت له قبل؟ لا بلا بلا قبل اكيد باركت له، بس هيدي اول مره على الهواء تتنوال. يا هلا تفضل على الهواء، ما هيك بنلتقى انا وياه على الهواء. خليني اقول انه تزنامي هو رجل مناضل، هو رجل طموح، وهو رجل نقابي بكل ما للكلمة من معنى، بيحط أمامه هدف وبيسعى بكل جهده إلى تحقيق هذا الهدف، ونحن أكيد على حوار وتواصل دائم لما فيه خير المعلم. وأنا سمعت أستاذ نعمي شو كان عم بيقول عن موضوع حق المتقاعدين، هيدا حق مقدس لإلهم من بعد ما اشتغلوا سنوات طويلة إنه يعيشوا ما تبقى له من العمر بكرامة واحترام. هذه ميزة إنسانية كلنا لازم نلتف حول منها ونسعى إلى تحقيقها. نعم، يعني أنتوا أصحاب المدارس لازم كمان يسعوا، أول شيء يسعوا إلى تحسينها، خصوصاً إنه في مدارس عاملة صناديق، مفروض هالصناديق كمان تغذي رواتب الأساتذة. صحيح، هذا واجب علينا، هذا واجب على المؤسسات إنه تفكر بالمعلم بأولته وبأخرته. نعم. هذا واجب على المؤسسات وهذا حق للمعلم علينا. هل في مشاركة للأستاذ بالاطلاع على الأموال اللي عم تدخل على هالصناديق؟ نحن أنت بتعرفي توجه الأماني واضح جدا. واضح جدا، ضرورة إشراك لجان الأهل ورابطة أو روابط المعلمين بصندوق الدعم بالفريش دولار، يجب إطلاعهم شو بيدخل وشو بيخرج
ضروري إطلاع لجنة الأهل ورابطة المعلمين على ميزانية هذا الصندوق. طيب خليني بسألك أسئلة سريعة، اليوم إجيكم أموال، عرفنا لا ما منعرف بدك تقول إيه ولا لا، نحن عرفنا عنا معلومات إجيكم أموال، يعني هالأموال كمان استثمرت في تحسين رواتب الأساتذة؟ 75% من قيمة هذه الأموال صرفت لصالح المعلمين. 75% من قيمتها صرف لصالح المعلمين. طيب والكمبيوترات أبونا، والكمبيوترات عمين توزعوا على التلاميذ ما هيك؟ خليني أقول لك شو صار بالنسبة لموضوع اللابتوب. للأسف أنه هذا المشروع عم يتعرقل، ما عم يمشي بسهولة. كان عنا اجتماع أسبوع الماضي، اللي وصلوا لتاريخ اليوم هني 1000 لابتوب. أخذنا قرار مع سيدنا أنطوان شربي الكرباي اللي هو مطران أبرشيد أستراليا، منوجه له كل التحية، أنه يتوزعوا هودي 1000 على المؤسسات التربوية المجانية حتى نبلش يبلشوا المدارس يستفيدوا من هيدي اللابتوب. نعم. لأنه 1000 إذا جينا نوزعهم على طلاب ما بيغطوا 1% أو أقل كمان من الأعداد المطلوبة. سيدنا واعد أنه هناك مراحل لاحقة، المشروع طويل الأمد ومشروع مستمر، لذلك خلينا نبلش أول شيء بهودي 1000 لابتوب. نعم. نلبي فيهم حاجة المؤسسات، لأنه كمان الأستاذ بقلب المدرسة بحاجة أنه يشتغل على لابتوب. رح نوضعهم بتصرف المدارس بخدمة الأساتذة بقلب كل مدرسة هودي 1000 لابتوب. في 1800 صار في مشكلة تقنية ما قدرنا نفوتهم إلى لبنان. للأسف في عنا مشاكل بهذا البلد كتير عويصة، ما قدرنا ندخلهم إلى لبنان، رجعوا إلى مالطا على أمل أنه نرجع نلاقي حل تنشوف كيف نقدر نفوتهم مجددا على الأراضي اللبنان. معقولة ما منقدر ندخل ليه؟ شو القصة؟ قال نوعية البطاريات الموجودة باللابتوب ما وافق الجمارك او الامن العام، ما وافقوا على نحن. يعني نحن عندنا كلها معايير يعني جيده، فبتبقى هالمعايير هي اللي مش مظبوطه رح تدخل. على كل حال انا بدي اشكرك. هذا ما حصل اقول بشكل واضح وصريح امام كل الراي العام حتى يكونوا على اطلاع. شكرا لك. هودي جايين لخدمه مؤسساتنا التربويه ومجتمعنا اللبناني بقلب مؤسساتنا، ملتزمين بهذا الهدف. للأسف أنه عم بيصير في عرقلة وتأخير، شو بدي أعمل؟ هيدي أحوال البلد المعرقلة من كل النواحي. شكرا لك أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر. بدي أرجع يعني اليوم عم بتطالب أستاذ نعمي محفوظ بقانون وبتشريع في مدارس ما طبقت حتى سلسلة الرتب والرواتب، شو بإيدكم تعملوا لتخلوا بعض المدارس طبق القانون؟ في مدارس ما بتطبق القانون، مش في دعاوي. المدارس اللي ما بتطبق القانون اما النقابي اما الصندوق اما صاحب العلاقه الاستاذ بيروح. نعم. بيرفع دعوي على المؤسسه وبيربح الدعوه. يعني بالنهايه رغم كل واقع الفشل اللي عايشينه، انا رايي بعد في قضاه جيدين، ما بيخلق وعم يطلعوا احكام 100% لصالح المعلمين. طيب ليش هالتمييز بين المعلم والمعلمه بصندوق بالصناديق عندكم؟ فروقات هي بحق لها تسحب تعويضها، تنقول بعد كم سنه هو بحق له يسحب تعويضه، في فروقات يعني بسحب التعويضات. هيدي يعني مرور الكرام. التمييز هون التمييز لصالح الزميلي والسيدي لصالح المعلمة. صحيح. نحن الأستاذ ليأخذ تعويض لازم يكون له فوق 25 سنة. نعم. ليأخذ تعويض. زميلتنا إذا كانت متزوجة صاحبة بيت أعطيناها الحق وقت البدة فيها تترك وتأخذ تعويض لظروفها العائلية. بس هون التمييز إذا في تمييز هو لصالح. إيه بس في نساء ما بيسجلون بصندوق التعويض لأنه بيكون اسمها اسم زوجة شي محل مسجلة بصندوق، مش هيك؟ كيف؟ ما بيسجلوها بصندوق عندكم يعني التعويضات لأنه بيكون اسم زوجة بصندوق تاني. بعتقد عم تحكي عن صندوق التعاضد الموضوع الصحي. نعم. إنه إذا هي معلمة القانون بيفرض عليها هي تنتسب. نعم. يعني بمعنى تاني إذا زوجة معلم وهي معلمة ما في زوجة. نعم. يخدها معه على الصندوق. الصندوق بيقول كل زميل وكل زميلي هني بدهم ينتسبوا للصندوق. نعم. وبالتالي إذا هي معلمة لازم هي تنتسب، ما لازم تنتسب على اسم زوجها. هذا بصندوق التعاضد الذي يعنى بالموضوع الصحي والاستشفائي. مثل ما قلنا بسياق الحلقة أنتم مجبورين توضعوا هالمصريات سندات خزينة، وكنتوا عم بيتاخد عليها
فوائد عالية. فوائد عالية. طب يعني إيه شو تحسن من وضعهم للمعلمين بهالفوائد؟ انتبه شوي هلا شو أول الموضوع. ما أنت عم تقولي لي ليش بصندوق التقاعد مش قادرين يزيدوا للمعلمين؟ ما هي هالمصريات اللي موجودين كانت الفائدة 10% و12%. نعم. هلا الفائدة صارت 2-3%. يعني حتى هذا المدخول أقل. لهسه قلت لك أنا عم نحضر مشروع إنون يأمن مداخيل، بدنا نرفع نسبة المساهمة لدى بعض الأساتذة للصندوق، بدنا نطلب مساعدة من الدولة، يعني عم نفتش على مداخيل لأنه المدخول اللي اسمه الفائدة تقريبا انتهى، لحتى نقدر يصير عندنا كمية مال لحتى نقدر نزيد معاشات المتقاعدين. طيب ماذا عن هجرة المعلمين والمعلمات؟ في كتير من الكادر التعليمي هاجر اليوم، كيف بدنا نعوض هالشي؟ وما بس من مكان هاجر، يعني الأكفاء. الأكفاء طبعا. يعني لهسه أنا عم قلك أنه والله هيدا عم ياخد 200 دولار وهيدا 150 وهيدا 300 دولار، هيدي ولا شيء. هيدول عم ياخدوا بعض الأمور ليضلوا على قيد الحياة. في أساتذة كانوا عم يعيشوا ب 3000 دولار و 4000 دولار ومدري شو، وهن بيعتبروا حالهم عندن مواصفات وعندن قدرات تعليمية بعدة مجالات، موضوع التواصل، موضوع العلم النفس، موضوع الذكاء الاصطناعي، موضوع التربية والتعليم. يعني الأستاذ والمربي من ملقن يجب أن يتقن عدة مهارات. هلأ اللي بتمتعوا بكل هذه المهارات وشافوا المعاش ما عاد عم يقديهم 3-4 أيام، يعني اللي راح على الخليج، اللي راح على مصر، اللي راح على فرنسا، اللي راح على كندا. وبالتالي هون عنا معلومات صار تارك 10,000 أستاذ، هالمعلومة صحيحة بالبلد من 3 سنين لهلا؟ هلأ هي بحدود 15-20% من من ال 35,000. نعم. من ال 35,000 بالملاك بحدود 15-20%. ويعني على الأقل هونيك بيقول لك إذا بيقبض شهر هونيك مقابل هون سنتين شغل. لحسب أنا عم أقول وقت لما نأمل مقومات الحد الأدنى للأستاذ هون، على الأقل منحافظ على ما تبقى من الكفاءات العلمية لنقدر نعطي. لأنه لبنان يلي كان جامعة الشرق ومدرسة الشرق ومستشفى الشرق وفندق الشرق، شو بدنا نحافظ؟ يعني عشو بدنا نحافظ بهالبلد إذا موضوع التربية والتعليم بدون يبقوا بس الفاشلين فيه؟ طب أو ما عم يلاقوا مهنة أخرى عم يجوا على هالمهنة. طب يعني إذا بقي وضع الأستاذ هيك، يعني شو بيضملنا اليوم من خريجي الجامعات يتحولوا إلى هالمهنة؟ ما يهاجروا هالمهنة من أساسها. أنا بعرف عشرات المدارس فيه انفراغ 7 أساتذة وعشر أساتذة و13 أساتذة. كيف عم يعوضوا؟ ما عم يلاقوا. أنا عم قلك في مدارس بدأ أساتذة ما عم، لأنه بدك تطبع عليه القانون. أي قانون؟ يعني أحده بيقول انت ممنوع تاخد دولار، انت القانون بيقول بتقبض القسط بالليره. عن اي قانون عم تحكي؟ انت مانع عني الكهرباء 24 على 24، انت ياخد مصرياتي بالبنك. نعم. انت دمرت لي حياتي، دمرت لي شيخوختي، دمرت لي مستقبلي. عن اي قوانين عم تحكوا؟ البلد اخذوه على جهنم. بجهنم ما في قوانين. بجهنم عم فتش على مقومات الحد الادنى لنضل على قيد الحياه. طب انتو كنقابة مسؤوليتكم هودي هيدا انه نحسن وضع الاستاذ، لانه بهالحالة ما بقى في اساتذة موجودين ولا رح يتخرج اساتذة بالمستقبل. يعني في خطورة على صح. على وضع الاستاذ بهالبلد هيك. نعم. انا خليني اعطيكي مثلا. نعم. قداش الحد الادنى هلا للاجور من 10 ايام الماضي المرسوم؟ الحد الادنى للاجور يعني اذا بيجي عامل عم حطت بنزين اول يوم 1,600,000. انت مع خبر استاذ سنوي أول ما بيفوت معاشه مليون و500,000؟ إنه معقول الحد الأدنى للأجور للعامل؟ مع احترامي لكل العمال، ونحن أهلنا كانوا عمال وربونا، إنه هلأ الحد الأدنى 1,600,000، الأستاذ السنوي ببلش 1,500,000 و600,000؟ نعم. كيف بدها تبقى هاي المهنة؟ مين بده يجي علي إذا بتبقى هيك؟ لهسب نحن مش عم نطالب أعطونا حقوقنا. يا عمي أعطونا الحد الأدنى ليضل الأستاذ بهالمهنة، ليبقى بهالمهنة ويعلم. طيب بس مطالبكم كبيرة، يعني اليوم في مطالب كتير كبيرة. متل شو عديلي؟ يعني هلأ رح نحكي عن المطالب، بس قبل خليني مرق اليوم في أساتذة جداد، وعم نقول في مدارس هي بحاجة لأساتذة، بس في أساتذة جداد ما عندهم هالخبرة التعليمية الجيدة والكفوءة، يعني تستخدمهم بعض المدارس لأن كلفتهم أرخص. صحيح. طيب هيدي يعني مسؤوليتكم كمان. لا لا، نحن نتبه شوي. نحن نطمح أنه هاي النقابة نحولها لأوردر. نعم. نحن هلا نقابة مهنية. نعم. وقت النقابة بتتحول لأوردر بيصير الأستاذ ما في فوت على عملية التربية والتعليم إلا ما ينتسب للنقابة.
بس هلا هني عم ياخذون على التربيه والتعليم بدون ما يسالوا النقابه، وبالتالي وين بدها تكون مسؤوليتنا؟ بده لازم يكون في مراقبه، يعني اليوم بنطالب وزاره التربيه بممارسه دور الرقابه وتفعيل التفتيش التربوي ومراقبه نوعيه التعليم، يعني هذا دور وزاره التربيه. لك يا عم يروحوا يراقبوا المدرسه الرسميه ويفتشوا المدرسه الرسميه قبل ما يروحوا المدرسه الخاصه. احنا انا كمواطنه بدي مستوى التعليمي وين ما كان، وانا عم بدفع مصرياتي كمان. انا عم اقول لك البلد كله بحاله انهيار، والاكفاء عم يتركوا المهنه، هلا هني عم يستعينوا ببعض الاساتذه ما عندهم خبره، يعني عم اقول لك هذه احد نتائج كوارث الانهيار اللي احنا عايشينه. رح اقول لك على المطالبات، بس خلينا ناخذ اتصال. مين معي؟ الو. صباح الخير. صباح النور. بس انا بدي اقول له بدي اساله سؤال لضيفك الكريم. تفضل. انه لما كان الدولار ب 1005 والمدارس مليان تلاميذ ومليان عالم، نحن الاساتذه كنا مبوث اجران وايادي لحتى نتوظف، ما كانش حدا يوظفنا، يقولوا فيش محلات. هلا عم يقول فلت العالم وفلت، الكل مين من ايده الله يزيده، ولا حول ولا قوه الا بالله. شو يعني ما فهمنا عليك؟ انا عم اقول هذا الانهيار خلى الاكفاء يتركوا هالمهنه يروحوا لمحل تاني، والمعاشات المتدنيه اللي ما بتأدي يومين ما عم تخلي العالم تجي على هالمهنه. هيدا انا مسؤول عنه؟ او هالمنظومه اللي حكمت البلد واخذتنا على جهنم وسرقتنا مستقبلنا وتعويضاتنا وشيخوختنا واموالنا بالبنوك؟ نعم. طلع طبعا هو نقابه المعلمين بلبنان، عم نحكي ب 13 ايلول كان في تسديد الراتب الاساسي بيان طلعوا يعني بشكل منتظم على 12 شهر، اعطاء بدل نقل قانوني 95,000، اعطاء منحه اجتماعيه بالدولار، مطالبه بالمبالغ المخصصه للمدارس الخاصه اللي اقر المجلس النيابي بقيمه 350 مليار. يعني ونقابه المعلمين منفتحه للحوار، يعني وين هالمطالبات؟ هود اللي عم نطالب فيه. هذا المجلس، هذا بيان المجلس القديم قبل ما نعم. اجي. نعم طبعا يعني. قبل ما عم نحكي بثلاثة ايلول. هلا كمان يعني اللي عم ينقال منه غلط. صحيح. يعني نعم. انه الدوله اقرت 350 مليار للمدارس الخاصه عم بثلاث سنين، وين هني؟ لما صرفوا وبدل كمان. ليش ما انصرفوا على الاقل لهالمدارس بالاطراف لتقدر تعطي معلمينها وتزيد لمعلمينها؟ هيدا حق. اثنين، المدارس المجانيه الى ثلاث اربع سنين على الدوله مستحقات، كمان ما عم تدفع للدوله. برجع وبقول لك مشاكلنا امتلتلي نتيجة هذا الانهيار اللي أخذونا عليه. شو منقدر نطالب اليوم ونحقق من المطالبات لوضع استاذ أفضل بظل يعني وضع سياسي واقتصادي واجتماعي سيء؟ طيب أنا عندي ثلاث شغلات. تفضل. وإذا ما تأمنوا في العبيتنا من المستعد ضل يعني من وقت يعني كنائب هلا في العبيتنا. أول شغلة، اللي بدو ياخد تعويضه من صندوق التعويضات تشيك بدو يقدر يحطه بالبنك وما ياخذوا كله، ياخذ منه بالشهر مليونين ثلاثة لعيش. نعم. لأنه إذا أنا بعد 40 سنة ما بدي أقبض مليونين ثلاثة بالشهر لعيش، معناتها يعني ما في حاجة يقول أنا لبناني وهيدي المنطقة. هيدا من المطالب اللي رح تطرحها مع رياض سليم. هيدي وحدة. اثنين، نعم. المتقاعدين بدهم يقبضوا معاش يقدروا يضلوا لآخر الشهر. منو مقبول يضل يقبض مليون ونص ومليونين؟ بده يقبض معاش، مثل ما الدولة حنت على المتقاعدين اللي عندها بالقطاع العام، المتقاعدين بالقطاع الخاص بدنا نحل المشكلة. الشغلة الثالثة، موضوع حد التشريع لانه الانسان بالموازنه بده يطبع على معلمي المدارس الخاصه. هالثلاث شغلات بالحد الادى بدها تصير وبدها تصير خلال شهرين. انا بعرف انه البلد عم يمر بظرف منه طبيعي، وبعرف ما في رئيس الجمهوريه، وبعرف الحكومه عليها اشكالات، بس انا ما اقول خلال شهرين اذا انتظم شوي الوضع السياسي هالثلاث امور بدها تمشي، وبدهم يتشرعوا بمجلس النواب، والا بيكونوا عم يدفعونا دفع اما ان نقعد ببيوتنا نروح على المدارس، اما نعمل خطوه سلبيه تهزهز العام الدراسي. شو هي الخطوة السلبية؟ يعني الاضراب، توقف العام الدراسي. يا اخي بيجمع هالمعلمين المتقاعدين 4-5 آلاف وبيخذهم قاعدين عند الحاكم، يعني بلاي من عنده خلي يروقون، او عند الرئيس مئاتي بالاصل الحكومي. في وضع ما بينحمل، ما بينحمل. انت اذا انا اعطيتك بالشهر مليون ونص هلا بتضايقني؟ كيف الحديث؟ وهيدا انسان خدم 40 سنة بدي اعطيه بالشهر مليون ونص؟ او انت بعد 40 سنه بعطيكي تشيك ب 300 مليون تعويضك شرطوطه ما بيسوى شيء؟ طيب مين يعني اليوم مين مش عم يدفع لكم 300؟ يعني ليش محجوزين اموال مستحقه لكم للمدارس؟ نحن اللي بدنا نقول له للحاكم هيدي اموال المعلمين محطوطه بالبنوك، معنا فوق ال 1000 مليار. نحن ما عم نقول لك اعطينا ال 1000 مليار، عم نقول لك هالمعلم خليه باخر الشهر يقبض راتبه مليون 300 ليره لعيش. مثل يا سعاده الحاكم ما عم تامل لموظفي الدوله يقبضوا شهريا، بدك تامل لنا
للمتقاعدي؟ ايه يقبضوا شهريا، لانه هي اموالنا محطوطه بالبنوكي مثل ما اموال الدوله محطوطه بالبنوكي. يعني انا ما عم له اعطيني الوديعه كلها، ما عم له اعطيني ال1000 مليار. لنشوف ما رد علينا خلال اسبوعين ثلاثه. والله العظيم شو بتعمل؟ شو بتعمل ما رد عليك؟ داعي كل المتقاعدين الاساتذه ايه؟ يروحوا يقعدوا عند الحاكم تحت المصرف تحت يروقن ويغدين ويعشيهم. ما بصير. انا عم اقول له اعطيني مليونين لعيش، اعطيني راتبي، ما تعطيني مصرياتي. انا قلي بالبنك 200 مليون يا اخي، ما بدي اياهم. اعطيني بالشهر 2 مليون لعيش فيهم. لا ما في عقل بشري بيحملها هاي. ما هالثلاث شغلات انت برايك هدول شغلات يعني انا عم بطرح امور عم تطرح صعبة؟ لا انت عم تطرح لازم ينطرح وحق كل استاذ الحق الادنى. بعدين انا بس بدي احكي عن هالصناديق كمان، يعني هيدا الصناديق انتو كاساتذه قال اليوم الاب يوسف نصر انه ثلاث عناصر هن لازم يكونوا مراقبين لهالصناديق ويستفيدوا منها اليوم: لجان الاهل، الاساتذه، والمدرسه، اداره المدرسه. شو وضع هالصناديق اليوم؟ هي عم بينكب فيها فريش دولار، ما عليه. هي بتحسن من وضع الاستاذ. وضع الصناديق كان جيد جدا قبل الانهيار. ايه؟ عم اقول لك انه عندنا فوق ال1000 مليار. نعم. وضعنا مريح جدا، وهذا الصناديق احنا عم نديره. مش عم بحكي عن صناديقكم، عن الصناديق اللي انوضعت بالمدارس، المدارس. والمدارس اللي عم بيدخل فيها اموال. بس هي عم بيدخل فيها اموال، عندنا معلومات. انا رايي مثل ما قال الابونا، هون دور، هون دور لجان الاهل. وانتو ما دخلكم، ما ليش ما بدكم تدخلوا؟ ما هو دخلكم. انا ما اقول بالقانون هلا عم يدخلنا مشكور ولازم نلعب دور ايجابي. ومثل ما قال، نحن ما عم نطالب ب 75%، هو عم يقول 75% حتروح للمعلمين. نحن مثل ما بيقول القانون، القانون بيقول 65 للمعلمين و35 للمدرسي. نحن قابلين ب 60 65 تروح للمعلمين. نعم. ماشي الحال. هون دار كمان الاساسي للجان الاهل تشرف، انه تشرف وتراقب. عم يقول ابونا ما عندنا مانع انه المعلمين ولجان الاهل ونحن نقعد ونبحث. بس انا عم اقول لك في مدارس ما اخذ الدولار من الاهالي. هاي المدارس شو بتعطي معلمينها؟ شو؟ بس القلة القليلة. هي مدارس مجانية، هي مدارس بتساعدها الدولة، وإذا ما ساعدتها الدولة بتساعدها الكنيسة، لأنه في مدارس مشرف عليها بعض الكنائس اللي هي من على منبر صوت لبنان ببرنامج نقطة على السطر عم ينقال إنه عم بتساعد الكنيسة. مئات المعلمين بعضاً عم يقبضوا مليونين ومليونين ونص، وما في شيء تاني، وما في شيء تاني. إذا ما قدرت حققت اللي عم بتقوله، شو بيعمل؟ بدك تقول مثل ما بسيق الحلقة تروح على البيت، ترجع على البيت؟ شو بنترك المعلمين بدون نقيب؟ قال له إذا هيدول ما حليتهم، أنا عملت نقيب مشان شو؟ أنا عملت نقيب مشان شو؟ من وجهها هاي؟ وأنا جيت بالزمن الصعب يعني، والناس اللي بيحبوني واللي بيعزوني قالوا لي شو بدك بهالشغلة أنت بهالزمن؟ أنا يوميا بتلقى 400 500 تليفون من ناس عم تبكي. وحدة مع مرض كونسير تقبض تشيك 200 مليون ما بيشتري لها حب الدواء، وقت ما تبكي على التليفون انا شو بدي اعمل؟ ماني بموقع مسؤوليه، انا بموقع نقابي، انا عندي صوتي وعلاقاتي وشغلي وروحي، يعني هذا اللي بدي اعمله. هلا وقت ما بدي اقدر اعمل شيء شو بعتذر من كل الناس وبقول لهم هيدا اللي حاكمين البلد، اخر هم من الشعب اللبناني. معقول هالمسرحيات عم يعملوها بالبلد؟ الناس عم تموت بالبحر، والناس عم تموت بالجوع، وبيعملوا لي ثلاث اربع جلسات مش نواب مثل مدرسه المشاغبين. بلا حياة بلا كرامات هيدول. لأنه لو عند الحد قدم الكرامي بيفكروا بلقمة أكل الناس، مش أنا حصتي وأنت حصتك، وأنا بدي أخرب البلد مشان أبقى ومشان أوصل. ما عم يفكروا إلا بحالهم. نقطة على السطر. آخر شغلة بدي أقول لك إياها، هالثلاث شغلات اللي وعدتك فيه، وفي شغلة تانية بدي أحاول أعملها. أنا وبعض النقابات الفاعلين، أطباء، مهندسين، محامين، وهلا القضاة نقابات المهن الحرة ونقيب الصيادلي، هلا عندي لقاء أنا ويا محل تاني، بدنا نحاول نعمل لقاء نقابي فاعل، نضغط قد ما فينا نحط كتف لإنقاذ هذا البلد. يعني نحن دورنا ما بس مطلب يعطيني ليرة ويعطيني ليرتين، في بلد انهار، يرجعوا يرجعوا هالبلد محل ما كان. ما بدنا شيء، كنا ناطرين قبل هالخطوة يعني أنا تأخرته. هحاول حط كتف نقدر نجمع بعض الفعاليات النقابية اللي بتملك قرارة يلي سياسي ما بيأثر عليها، لا نقدر ننقذ هالبلد من جهنم اللي أخذونا عليه. شكرا لك نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمي محفوظ، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم أصدقائي المشاهدين والمستمعين، إلى اللقاء بكرة مع حلقة جديدة، ودايما عبر صوت لبنان.